حياكم الله. شنو اللي صار بالمقدادية ولماذا تفشل المؤسسة الأمنية في حماية أمن المواطنين في هذا القضاء؟ سؤال طرحه باستنكار شديد رئيس مجلس النواب اللي قطع زيارته إلى لبنان وتوجه مباشرة إلى المقدادية. وهنا تعمد أطراف محلية للتهدئة ونزع فتيل للأزمة لكن بعد اشتعاله. ويصرح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أنه عمد إلى مبادرة إعادة بناء المساجد المدمرة. لنتجه غرباً وإلى الرمادي التي حررت معظمها في معارك ضاربة لتبدأ معارك البناء، فالإعمار هو تاج الانتصارات طبعاً. الآن لنذهب جنوباً وإلى البصرة، فالعبادي ما زال هناك منذ يومين رغم أن جلسة مجلس الوزراء تمت الثلاثاء. لماذا بقي العبادي هناك؟ هذا ما سنعرفه في نيوز روم لهذه الليلة، ابقوا معنا. المقدادية نار اندلعت في رماد ومحاولات لنزع فتيل الأزمة. الإعمار تاج الانتصار، الرمادي تواجه التحدي الأكبر وإعادة النازحين وعودة الحياة للمدينة المدمرة. قرارات جريئة للنهوض بواقع البصرة والأمن والصناعة على رأس القائمة. عبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن سخط إزاء الأداء غير المرضي الذي قدمته المؤسسة الأمنية في المقدادية، ما أدى إلى تهديد حياة المواطنين الآمنين فضلا عن تدمير عدد من المساجد هناك. وقال الجبوري الذي زار المقدادية الأربعاء قاطعا زيارة كانت له إلى لبنان أنه من غير المنطقي دفع رواتب عشرات الآلاف من منتسبي القوى الأمنية وهم غير قادرين على فرض الأمن في قضاء صغير مثل المقدادية. أن مجموع الإرهابيين تقريباً بأعلى نسبة ذكرها البعض ما يتجاوزون 150 موجودين في ديالة، وموجود الإرهاب منو قال انتهى؟ الإرهاب موجود ويقتنص فرصة حتى ينهض مجدداً حتى يضرب ضربته. وفعلاً هذول 150 قلنا على فرض لابد من وجود خطة للحيلولة دون تحركهم. أنا سألت سؤال والأخوة القيادات الأمنية موجودة، كم عدد الأجهزة الأمنية أفراداً في ديالة؟ قالوا لا يقلون عن 30,000. 30,000 منتسب، 30,000 منتسب بمواجهة 150 إرهابي على مدى شهر وشهرين وثلاثة أشهر وسنة، ما نستطيع نقضي عليهم؟ ما نستطيع نقضي عليهم؟ بصراحة هذولا المجرمين والإرهابيين، وأقصد بهم من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، يحمل السلاح دون إيعاز لا من قائد العمليات ولا من قائد الفرقة ولا من قائد الشرطة ولا من الأخ المحافظ باعتباره قائد اللجنة الأمنية العليا، هذولا يحملون السلاح خارج إطار الدولة لازم نواجههم. مشاهدينا، وعن الأحداث التي جرت في المقدادية إليكم هذا التقرير الذي أعده لنا مراسلنا من هناك. إلى سنوات خلت كانت تسمى بمدينة التعايش السلمي، محافظة ديالى ذات الطوائف المتعددة تغلي على صفيح ساخن. فأحداث المقدادية كشفت عن هشاشة وضعف الأجهزة الأمنية في سيطرتها على حركة جماعات العنف والإرهاب داخل المحافظة. وإطلاقا لا يمكن السكوت عن هذه المخالفات. اليوم الجوامع لدينا معتبرة والحسينيات لدينا معتبرة، وكل طائفة تحتز بمقدساتها وبمكوناتها، ولا يمكن السماح لأي جهة بالعبث بهذه المكونات. الإجراءات الموجودة إن شاء الله هو حث القيادة الأمنية على متابعة أولا مصدر السيارة المفخخة والانتحاري ومن مول هذه العملية، هذا بشكل رئيسي. والموضوع الثاني هو
معرفة الأسماء والأشخاص الذين قاموا بردات الفعل. فبعد يوم واحد مما شهدته المقدادية من تفجيرات واغتيالات لمواطنين وصحفيين، وصل رئيس مجلس النواب العراقي إلى مقر قيادة عمليات دجلة، وصل ليقول لن يتحقق السلم المجتمعي ولا الأمن الداخلي في ديالى ما دام السلاح لم يحصر بيد الدولة. لا يمكن أن نتصور أن الدولة موجودة وهناك من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، لأن هذا يهدد الوجود، يهدد الوجود. وعليه أكو عزيمة عند الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية والإدارة المدنية وكذلك في بغداد على أن نأخذ على أيدي العابثين اللي يريدون ينشرون الفوضى والاضطراب، لا ينتسبون إلى أحد، ولا يمكن أن تتمزق دياله، يتمزق النسيج بأفعال إجرامية ترتكب هنا وهناك. فمن هذه القاعة انطلقت كل المؤتمرات التي تؤكد على المصالحة الوطنية وإدانة جرائم داعش وكيفية القضاء عليه. وهنا يجتمع المسؤولون المحليون والأمنيون اليوم ليتفقوا على ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الجرائم ضد المدنيين. لن يكون هنالك إلا قوة الدولة والقانون في جميع المحافظات، وإن شاء الله سيضرب هؤلاء الخارجين عن القانون بيد قوية، ويكون السلاح والقانون هو السائد في العراق. من ضمن هاي الوعود والمصارحة إنه هم كثير من الأسماء التي تقوم بالخروقات هي محددة ومعرفة، وكل الأسماء موجودة لدى قيادة العمليات، لدى قيادة الفرقة، ولدى قيادة الشرطة، وتم بها إبلاغ الحكومة المركزية. لذلك بعد يعني عملية انتهاء يعني فرزنة هذه الأسماء راح تكون هناك عمليات إلقاء قبض على من قام بهذه الخروقات. ويتفق المراقبون على أن ما حصل من أحداث أمنية في المقدادية واستهداف ممنهج لروح التعايش بين مكونات المحافظة قد يفتح المجال لعودة عناصر داعش من جديد. شكرا الكرام. كان المفروض عن هذا الموضوع ينضم عبر الهاتف النائب رعد الدهلكي، لكن إلى الآن لم يرد على هاتفه. عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر صادق الحسيني أعلن عن تبني أمين عام منظمة بدر هادي العامر إعادة إعمار مساجد قضاء المقدادية التي دمرت في الأحداث الأخيرة. قالت الحكومة العراقية في مذكر لصندوق النقد الدولي أنها تخطط لتمويل العجز في ميزانية المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية، بما سيجعلها تنخفض من 59 مليار إلى 43 مليار دولار في 2016. قالت الحكومة في إطار برنامجها وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق للقرض أنه من المتوقع يبلغ العجز في ميزانية المدفوعات 14 مليار دولار في 2015 قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016. قال نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أن عدم الاعتماد على المنتج المحلي خيانة للوطن، ودعا حمودي جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية إلى ضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية وعدم الاستيراد من الخارج، خاصة بالمواد التي لها مثيل في الداخل. الكرام، عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر صادق الحسيني أعلن عن تبني أمين عام منظمة بدر هادي العامر إعادة إعمار مساجد قضاء المقدادية التي دمرت في الأحداث الأخيرة. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو السيد كريم النور القيادي في منظمة بدر. حياكم الله. حياكم الله حبيبي. حياك الله سيد. حياكم الله سادة. نحكي بصراحة. كل بصراحة. وبرنامج بصراحة. متعمدين عليه دائما.
تتبنون مبادرة لإعادة إعمار المساجد، وأول ما يصير خرق بدياله توجه الأصابع الاتهام إلى منظمة بدر بهذا، بأي خرق، تفجير مساجد، اغتيالات، كل الأمور. نحن المستهدفون من وراء أي اعتداء على أبناء دياله، على النسيج الاجتماعي، على مساجد دياله. المستهدف الأول نحن، باعتبار أن السيد هادي العامري هو الذي تبنى تحرير دياله. طبعاً أقول لك بصراحة، اليوم داعش يشعر بالخيبة والإحباط من أبناء ديال السنة بالذات، لأنهم لم يقفوا معه، ولذلك اليوم يريد أن يعاقب، لذلك يضرب مسجد هنا وحسني هناك. هذا سيناريو داعشي خطير. أتمنى، واليوم نحن حقيقة اليوم مبادرة السيد هادي العامري حماية المواطنين ومحاسبة المقصرين وتأهيل وبناء المساجد، وقبل ذلك هو استطاع بناء حقيقة جسور المودة والتسامح والتصالح مع الجميع. واليوم يحاول داعش مع الجميع. من هم الجميع؟ سياسيين؟ جميع. خلنا لا، ما سياسي، الوضع مجتمعي. زين، تصالح مجتمعي. زين، سياسي ديالة يقول من يقف وراء الخروقات ميليشيات، اكو غيركم شايل سلاح بدياله غير القوات الامنيه؟ لا طبعا، بالمناسبه احنا مو ميليشيات. لا لا، هو مو احنا هاي التسميه. لا لا، مو احنا بس اسمح لي، خلينا نتفق، من هم يقولون ميليشيات، ماكو غيركم شايل سلاح، لو قوات امنيه لو انتم، من هي الميليشيات؟ لا ليش، هو اللي قصدوهم هم طبعا. لا لا، قبل داعش كان هناك قطف وقتل، وكانت هي منطقه طبعا ميزه دياله، فيها حقيقه، فيها مياه، فيها مزارع، فيها حشائش، فيها قضية تسمح للارهاب ان ينمو. ولكن الحمد لله استطعنا طرد الارهاب. اول محافظه تحررت من الارهاب ومن داعش دياله، واليوم يحاول داعش بعد ان فشل في معركته خارج دياله يبدا الان في داخل دياله. هاي مؤامره كبرى لاستهداف النسيج الوطني. بصمات داعشيه بامتياز، او الخلايا النائمه الداعشيه. ومع ذلك اليوم نحن حريصون على مساعدين من داخل دياله، حواضن بالتاكيد اكو. هاي ما شملت بكلام عن التحرير، يعني التحرير ما شملهم هاي الحواضن؟ لا، احنا حقيقه هنا مشكله، انت لا تستطيع ان تعرف الحواضن الا بالاتهام الجمعي، وهذا مرفوض. لذلك نحن حاربنا من يكون مع داعش، اما الباقين ربما يتراجعون يحتذون، ولكن ان تبدا خلايا من جديد. ولكن ثق، ابناء دياله سنه وشيعه، يعني هناك التلون او التنوع المذهبي والعرقي متميز. ديال العراق مصغر، اي اساءه لها اساءه للعراق. لذلك الاعتداء على المساجد هو اعتداء على الله. واليوم الحاج هادي العامري نزل بقوه تاهيل المساجد، ترميمها، وكما حصل في بابل. اخي طيب اسمع لي سيد كريم، بنتحدث عن الكلام عن يدور عن اول محافظه حررت هي دياله. أحسنت. بالفعل شهر الواحد 2015 حررت. أحسنت. واحنا هسه شهر الواحد 2016، الناس ما رجعت، يمكن أهم من الإعمار. أحسنت. أيضا أنتم متهمين بتغيير ديموغرافي. لا، الأبعد، أكو ورقة موقعة بين السيد هادي العامري وبين الطرف الكردي على تقاسم مناطق دياله، محاور تغيير ديموغرافي. طبعا أبناء دياله يعرفون أكثر من غيرهم أن العامري هو أحرص على عودة النازحين، وهو يستقتل ويقاتل من أجل. نعم، هناك بعض المشاكل العشائرية ويحاول إصلاح فيما بينهم. طيب. حقيقة هناك خلاف مجتمعي، يعني ليس خلاف بمعنى انه خلاف بين الطوائف. نحن الشيعة، هناك حتى عصابات تخطف وتقتل من الشيعة، والشيعة يعانون منهم. لذلك اقول لك بصراحة، نحن حريصون على عودة الناس، والله ليس لدينا اي طماع ديموغرافي في المنطقة. ماذا نريد؟ الان المنطقة عندما تستقر يرجع اهلها بدون شروط او قيود. ولكن اخي بصراحة، بعد سنة تحدث ما مستقر. لا 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 طبعا، الان انت اذا كانت المنطقة غير مستقرة وهناك مشاكل عشائرية واحتمال عودة الارهاب، نحن حقيقة حريصون على عودتهم. ولا ما هي المصلحة ان تبقى المناطق بدون، يعني بدون مواطنين؟ هاي مشكلة. من يوقف هسه؟ انت هذا جيد، انتم عندكم وانتم قضيتكم بدياله، غير سيد هادي العامري من يفوز بدياله ويجيب وياه غير مقعده مقعدين، اذا الى ناس بدياله بالضبط. والدليل ما جرى، من اللي وراء هاي الخروقات كلها؟ يعني ديال المشكله خروقاتها تتمثل باغتيالات، تفجيرات نوعيه، وبين فتره وفتره يعني يمكن تشارك بهالموضوعيه، وهي والحله بهذا الخروقات. بالتالي من اللي يوقف وراها؟ اكيد انتم عندكم ناسكم اللي توصلكم المعلومه الصحيحه. لا، نحن نشعر ان هناك بصمات داعشيه. طبعا داعش صح خرج جسدا، لكن الفكر الداعشي ما زال متغلغل ببعض الاوساط. مش قلت العراق كله الفكر الداعشي ممكن ينتشر، ولكن اطمئن الجميع ان النسيج الاجتماعي هو الذي ازعج داعش في دياله، صدقني. واليوم يحاولون ارباك هذا الانسجام وهذه اللحمة الوطنية، ولكن هيهات ان ينجح داعش في تحقيق مآربه. نحن حقيقة نقول لهم جميعا،
نحن لا أحرص على عودة النازحين، وهذا حقيقة يسرنا من يرجع ابن السعودية والجلولاء وأكثر من أطراف. إذا أموت من اليوم واقف رجعة النازحين؟ لا بالتأكيد هناك مشاكل ممكن تجاوزها، مشاكل بين العشائر، يعني أنا لا أستطيع تسمية عشائر حتى لا نثير هذا مشكلة. طيب. إن شاء الله ستعود، صدقني هذه الزوبعة التي خلقها داعش ستنتهي ببركة أبطال العراق في ديالة سنة وشيعة الآن منسجمون. وأعلم أن المقهى أخي بصراحة الذين استشهدوا في المقهى هم نص شيعة ونص سنة. حتى زين خلي نكمل صراحتنا حتى الناس تفتهم. احنا نتكلم كلها بصراحة. يقولون أنتم ما لكم دور بالجانب الأمني بديالة لأنه فصيل مشارك لكم بالحشد الشعبي، فصيل مؤثر هو أساني ما راح أسميه، هو اللي قام بكل ما جرى بديالة، ولهذا ما تقولون تحجون. لا، أولا نشعر وأقولها بصراحة أن داعش نجح بذكاء، طبعا عندما يضرب مسجد هنا ينتقل إلى حسيني هناك من أجل يسمى القتل المقابل، هذه خطة داعشية. طيب. وحقيقة ننصح كل السياسيين بعدم الانسياق وراء هذه اللعبة. أكو من بلح هذا الطعم؟ أكو من بلح هذا الطعم؟ نعم، هناك حمقى من السنة والشيعة هم حقيقة ينساقون وربما يؤثرون ويتأثرون. أيوة. ولكن اطمئنوا، العقلاء الأقوياء الحكماء من السنة والشيعة هم الذين سيحسمون الموقف في دياله. شنو رأيكم بالأجهزة الأمنية هناك، مخترقة؟ لا ليس مخترقة، ولكن تحتاج إلى المزيد من القدرة الاستخبارية، من الحضور، من الشجاعة، من عبور الطائفية. نحتاج إلى جيش ولا حشد ولا شرطة عابرة للطائفية حتى نستطيع تجاوز كل الأزمات. يعني القوات الأمنية هناك تتعامل بطائفية وين؟ لا نحتاج المزيد طبعا من الجهد الاستخباري والمزيد من الترفع عن الطائفية. يعني لا أنظر إلى هذه المنطقة منطقة سنية حتى أقف ربما بالتواطئ لضربها، أو شيعية حتى أدافع عنها. يجب أن ننظر إلى هذه المنطقة والمحافظة أنها عراقية بامتياز. جيل تبنيتوا أنتوا هسه قضية عمار المساجد. نعم. الناس تريد لأبعد من هذا، تبنوا مبادرة لمنع المسبب اللي أحسنت. كان هو السبب. قادرين بحضوركم كمنظمة بدر بوجودكم العسكري المؤثر بديالة على إطلاق مبادرة للأمن وتوقفون كل الأطراف إذا كانت قوة شيعية مسلحة موجودة أو داعش حتى لا تكرر هذه القضية. قادرين؟ خلي الناس تسمعكم. نحن قادرون، وهذا العمل الإجرامي يستهدف سمعتنا أولا. أنا قلت لك من البداية، قلت لك أول ما يصير كلام يقول لك بدر هم اللي. نعم. لا كيف نحن نربك أوضاعنا؟ أكو واحد يخرب على نفسه زين. إحنا حقيقة الأمان والاستقرار والازدهار في ديالة هذا نصر لنا، ولذلك لم ولن نسمح في إرباك الوضع الأمني في ديالة. وإذا يعني اقترح وطلب الحاج هذا عامري بترميم وبناء المساجد، نعم سنبني جسور المحبة والتسامح والتصالح بين كل المكونات في ديالة، هذا هدفنا النهائي. زين، وين وصلتوا بقضية إزالة هاي الخلافات العشرية حتى الناس ترجع وتخلصون من اتهام آخر كبير اللي هو بدر باتفاق مثل ما قلت لك ويا الكرد ما يخلون النازحين يرجعون؟ والله الكثير من النازحين رجعوا، والمحافظ السيد مثنى التميمي نجح، وهذا طبعا سر ان بعد كل نجاح تبدا ازمات وتبدا من اجل افشاننا. لكن اطمئن، نحن حريصون على عوده الناس والدفاع عنهم، سنضحي بانفسنا من اجلهم كما دافعنا، يعني واجهنا داعش من اجلهم. زين، ممكن تقعدون ويا السياسيين تحدثنا عنهم اليوم، نواب دياله السيد سليم الجبوري اليوم كان باعتبار رئيس برلمان كان بدياله وتحدث عن كلام كثير انه يجب من يحمل السلاح خارج نطاق الدوله، اللي ما يأتمر بامر قائد العمليات، برسائل مبطنه هسه يمكن المتابعين ممكن يفتهموه. تاخذون مبادره تقعدون ويا هاي الناس اللي هم ممثلي دياله سياسيا وتقول تعال نتفق بدل تصريحاتكم؟ طبعا بصراحه اقول لك، السياسي عندما يكون إيجابيا نصفق له، وعندما يكون سلبيا ننتقده. اليوم أنا عودة يعني قطع، مو بس انتقاد، صححوا له المعلومة صحيحة ونواجهه. لكن اليوم لما قطع زيارة البيروت ورجع، هذا موقف مشرف للرئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري. ولكن هناك سياسيون يحتاشون على الطائفية وما زالوا المجتمع منه بريء، وربما هم الذين يحاولون إذكاء الفتنة الطائفية، ولكن لن نسمح هؤلاء لأنهم احتاشوا عليها بال 2006 ولن تتكرر إن شاء الله مرة أخرى. طيب هسه أنا خليتني بين صورتين، دياله محررة قبل سنة، لكن الوضع الأمني بيها هذا يمكن هسه الوضع الأمني حتى ما جرى في بغداد خروقات. شلون نوصف حالة ديالة الأمنية؟ بالتالي هي محررة مسيطرة عليها، أم الوضع الأمني الداخلي بها يحتاج لشغل بعد أكثر؟ لا، هو طرد داعش تماما منها، لكن ما يحصل. أحسن. ولكن ما يحصل
ليس من أجل تحرير احتلال المنطقة وإنما من أجل إرباك الوضع الأمني، قتل أكبر عدد من المواطنين. هذا الأمر هو كان قبل دخول داعش وكان بال 2006 و 2007. الآن ديالة مع الوضع السيء فهي أفضل مما كان 2006. اللي أكو بها بطرافة معارك اللي ممكن اللي تخدوها دائما، اللي حتى اللي كانت متزامنة مع بيجي، معارك تحرير بيجي اللي على الجبال المكحول وغيره. نعم قد تكون هناك جيوب تحاول التحرك، لكن نحن استطعنا تأمين كل النقاط المؤدية للديالة بهذا المنطقة. نعم. تحدث عنها. نعم. أكو بها مشاكل بعد باقي ويا كركوك؟ يعني ربما بعض أكو بعض المشاكل في جلولة تتعلق ببعض الاحتكاكات، لكن حاولنا تجاوزها احنا والأخوة الكرد. تجاوز ذلك. احنا قبل يومين ايضا حضرتك كنت بنفس البرنامج وياي، تحدثنا عن الخندق. اذا ما امتد الخندق لهي المنطقه متحضرين شنو اللي راح تتعاملون اياه؟ خلينا نحصر هسه بهاي المنطقه بالذات حتى نخرج بصوره. والله هو الامر يعني هم بها مناطق متنازعه عليها بصراحه. الخنادق الارضيه لا تؤثر علينا، رفع الخنادق النفسيه والسياسيه والخنادق في عقول السياسيين من الاخوه الكرد. علينا الان، انا قلت لك في الحلقه السابقه أخشى أن ننتقل من المناطق المتنازع عليها إلى الخنادق المتنازع عليها. متهيئين؟ نعم. لا، نحن لدينا عقلاء من الطرفين. طيب. من الأخوة الكرد والأخوة العرب لدينا عقلاء، هم الذين يحسمون الموقف إن شاء الله. إن شاء الله. اسمح لي أن أشكرك سيد كريم النور القيادي في منظمة بدر، وأيضا أشكر تواصلك الدائم ويانا بالبرنامج. شكرا لك وتفضل. شكرا أستاذ. حياكم عزيزي. القوات العراقية تحرر المنطقة الزراعية في الرمادي وتحكم السيطرة على كليات الزراعة والمعارف والتربية للبنات في الرمادي. إعادة الإعمار وعودة العوائل النازحة بعد التحرير، معركة الرمادي الجديدة. حررت القوات الأمنية المناطق المحيطة بالصوفية واستطاعت السيطرة على منطقة الزراعة وكلية الزراعة والمعارف الأهلية وكلية التربية بلد. شن لواء مغاوير فرقة المشاة الآلية الثامنة زائد فوج الثالث لواء المشاة الآلي 31 على مقرات قيادات عصابات داعش الإرهابي في كلية الزراعة وكلية المعارف الجامعة وكلية التربية البنات ودارة الأمن سابقا. استطعنا أن نحرر هذه الأهداف بعد معركة استغرقت يوم. العدو نظم دفاعه بشكل قوي، ثلاث خطوط دفاعية كانت هناك. الخط الدفاع الأول هو تخريب جسر الكسير وتفخيخه، وبعدها السكة وتفخيخه، وبعدها الخندق بعمق 3 وعرض 3 متر وتفخيخه، وبعدها شارع 60. ومع هذا وصلنا إلى أهدافنا. بعدها بدأت صفحة المطاردة، العدو بدأ ينهزم، يترك مفارز قليلة نهجم عليه ويترك أسلحته وتجهيزاته ويولي هاربا. حقيقة نحن الآن على مشارف الصوفية والاستشارية. المعركة الأهم بعد تحرير الرمادي هي معركة إعادة الحياة للمدينة التي طالتها يد الدمار فأتت على المنازل والممتلكات. قناة الرشيد دخلت الرمادي وتجولت فيها وعادت بهذا التخريب. ثلاثة أفواج طوارئ من شرطة محافظة الأنبار تعزز أمن مدينة الرمادي بعد تحريرها، بالإضافة إلى الأفواج الأخرى وقوة متخصصة لمعالجة الجيوب المتبقية من داعش داخل المدينة إن وجدت. ولا تزال العمليات العسكرية مستمرة لتحرير ما تبقى من مناطق مدينة الرمادي. تم تحرير هذه المدينة واليوم نتواجد أمام جامع الدولة الكبير، بالإضافة إلى أنه إن شاء الله العمليات العسكرية مستمرة بتحرير مدينة ما تبقى من السجارية ومنطقة جوابة ومناطق أخرى. إن شاء الله ستكون شرطة الأنبار اليوم أيضا بتعزيز ثلاثة أفواج طوارئ شرطة أخرى
لغرض إدخالها داخل مدينة الرمادي، بالإضافة إلى الأفواج الطوارئ الشرطة الأخرى المتبقية. ونقول للمبار عليكم الاستفادة من هذه المصيبة والدمار الشامل، بأن تكونوا وحدة واحدة مع القانون، بأن تكونوا وحدة واحدة مع قيادة شرطة الأنبار. الحكومة المحلية في الأنبار قدرت نسبة الدمار التي تجاوزت 80%، وتعلق آمالها على اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء والمكلفة بإعادة النازحين وتوفير خدمات، مع أنها تعلم بالضائقة المالية وتؤكد على ضرورة الدعم الدولي لإعادة إعمار الأنبار. إذا اليوم توفرت رؤى حقيقية في كيفية إعادة الاستقرار وإعادة إعمار مدينة الرمادي، رئيس الوزراء شكل لجنة عليا برئاسة المحافظة وكل الدوائر الخدمية والدوائر الأمنية في المحافظة من أجل الإسراع في عملية استقرار وإعادة إعمار مدينة الرمادي. أقول بصراحة نسبة دمار كبيرة تتجاوز نسبة 80% داخل مركز مدينة الرمادي. الحكومة لا تمتلك الموازنات ولا الإمكانيات ولا القدرة أمام انخفاض أسعار النفط الموجودة. أعتقد نحتاج إلى منح دولية وإلى منح من دول الخليج ومن المنظمات من أجل إعادة الإعمار. الحكومة المركزية وحدها ولا الحكومة المحلية لا يمكن لديها القدرة ولا الإمكانيات من الأموال والتعويض من أجل إعادة الاستقرار والإعمار داخل مدينة الرمادي. وتتقدم القوات الأمنية يوما بعد آخر بعملياتها محققة انتصارات متتالية في الأنبار، في وقت تستعد فيه الحكومة المحلية من خلال خطتها إعادة النازحين إلى منازلهم في الوقت الذي يسمح بذلك. مشاهدينا الكرام، الحديث عما يدور في الأنبار ينضم معي هنا في الاستوديو الشيخ رافع الفهداوي أحد شيوخ العشائر المقاتلة في معارك تحرير الأنبار. حياك الله شيخ. يا أهلا مرحبا. شلون توصفون التقدم بالنسبة للقوات الأمنية؟ يعني ملبي للطموح، ممكن يجيب إنجاز بالفترة المقبلة؟ الحمد لله والشكر بداية يعني على التقدم اللي صار في مدينة الرمادي وفي أطرافها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وألف تحية وتقدير لكل القوات اللي اشتركت في تطهير مدينة الرمادي ولحد الآن تتقدم وتطهر. اليوم صار تقدم طيب في منطقة الصوفية وكذلك في منطقة البعيفة تم تطهيرها. صار تبدل في بعض القوات بالمحور الشرقي في منطقة المضيق، ونعتقد سوف يكون هناك تقدم كذلك طيب. بالتأكيد داعش في انهيار معنويات كبير جدا، أخذوا يتركون المناطق ويعبرون إلى جهات أخرى. هذا المجمل الوضع. طيب عندكم تواصل ويا العشائر بعد اللي صار ببروانة وحديثة وتصديهم للهجوم اللي صار؟ بالتأكيد كانت، يعني أثر عليهم لو بعدهم حافظين؟ لا، كانت معارك لا شك عنيفة وكم كبير من السيارات المفخخة، ولكن الناس اللي موجودة في قضاء حديثة من عشائر الجغايفة والبنمر والعبيد وبقية الناس المتجحفلة معاهم مع القوات الأمنية حقيقة أبلوا بلاء حسن، وتم تدمير الكم الأكبر من تلك الآليات وتم قتل عدد كبير من عندهم، وهذا طبعا نصر مضاف للنصر اللي تحقق القوات الأمنية في كل القواطع في محافظة الأنبار. جيد، دوركم كعشائر الأنبار كل اللي ذكرته؟ طبعا في لا يخفى على المشاهد الكريم في منطقة حديثة موجودة العشائر ذات قاتل من البداية لهذا اليوم، وكذلك في قضاء الخالدية، في منطقة الصديقية، المضيق، الحبانية، في عمرية الفلوجة، وكل هذه ثواب، بالإضافة إلى العدد الكبير من المتطوعين ضمن أفواج الحشد العشائري. طيب، الآن داخلين بالمعركة في الوازمين كثير من المناطق الساندين ظهر الجيش، الشرطة المحلية وأفواجها. جيد، خليكم تأخذون دوركم كعشائر بهاي المعارك؟ طبعا الآن لازمة هاي الأفواج كثير من المناطق. نعم، لحد الآن تسليحهم ضعيف، ولكن مع قلة تسليحهم دا يقاتلون بس ما توفر عندهم من سلاح. طيب، وهذا ناتج من ارتفاع المعنويات، قابليتهم لأخذ الثأر من تنظيم داعش، إرادتهم لتطهير أراضيهم وإرجاع الناس المهجرة، هذه كل تعاون مجتمعة، والحمد لله والشكر نعمل من الله أن تبقى هذه المعنويات مرتفعة. جيد، كان لنا حديث سابق ويا جنابك شيخ على قضية دوركم بإخراج المدنيين العوالي اللي بعدها موجودة بالمناطق، لأن أنتوا أهل الأنبار وأنتوا أدرى بشعافة تعرفون، لكن تكررت قضية استهداف المدنيين بأثناء خروجهم، بقاء أعداد يمكن من أكثر المعارك اللي كان متواجد بها مدنيين بساحات المعركة هي المعارك الأخيرة بالرمادي. كيف ممكن نتجاوزها؟ معلوماتكم باقي مدنيين ممكن يتعرضون للخطر بهالمناطق؟
المشكلة بعض المدنيين يظهرون حقيقة من الأماكن مالتهم باتجاه القوات الأمنية، ولكن تعترضهم أحيانا عبوات ناسفة على الطريق. يعني احنا نأمل من قواتنا الأمنية انه هاي الناس يبقون ثابتين بأماكنهم، يرفعون الراية البيضة او اي دلالة يستدلون بها باتفاق مع الناس اللي موجودين هناك حتى ما يتعرضون لأذى، يخرجون من المسارب الآمنة اللي تحققها القوات الأمنية. نعمل هذا الشيء بالمرحلة القادمة. شو نسبة الدمار اللي صارت في المحافظة؟ والله لا يخفى يعني نسبة الدمار كبيرة، يعني كبيرة جدا يعني. ممكن نتحدث الآن عن إعادة أعمال لو بعد وقت، خلينا نخلص المعارك التحرير وبعدين نتحدث عنها، لو هي تكون متزامنة سويا. والله لابد حقيقة من أن تكون متزامنة. يعني احنا الآن مدينة الرمادي طهرت الحمد لله والشكر، عليهم رفع ما تبقى من عبوات والتأكد أنها سالمة أمنيا يعني وهذا الوقت على الجهد الهندسي أو الجهد البلدي لمحافظة الأنبار، نتمنى أن يرافق جهد إضافي من بقية المحافظات ومن الوزارات المختصة. حجم الدمار كبير، الموازنة يبدو تعبانة مع الحكومة العراقية حقيقة، لابد من دخول الدول الداعمة، ولكن دخول الدول الداعمة أو عدم دخولها هذا ما يحفي الحكومة العراقية من مسؤوليتها تجاه المواطنين. هؤلاء المواطنين اللي دمرت بيوتهم، تلك المدن اللي دمرت البنى التحتية مالتها، تلك المدارس، المرافق الطبية، المستشفيات. زين شيخ، القضية اكو قضية مهمة الناس بدأت تشوفها، اكو شيوخ عشائر كانوا متصدين للموضوع كله من الأنبار، اختفوا قبل سنة تقريبا. الآن بعد هذا التقدم وتحرير مركز الرمادي بدأوا يطلعون للواجهة، راح ياخذون الدور بدالكم انتم اللي موجودين بأرض المعركة؟ هذا طبعا يتوقف على عدة أمور. أولا نظرة الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومة المحلية. احنا يعني بعد الشيء اللي صار بالأنبار ما نقبل فالشيء يبقى تحت الطاولة، يجب أن تظهر الأمور بكل شفافية. يعني عندكم مخاوف أن الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية تجاملهم وترجعهم مرة ثانية أو تعطيهم مجال مثل ما كان عندهم مجال قبل؟ وهذا حقيقة شيء متوقع، لأن جزء كبير حقيقة حتى اللي بالحكومة الاتحادية ومشاركين أو بالبرلمان هم كانوا جزء أساسي حقيقة من النكبة اللي صارت، بالتالي نتوقع هذا الشيء إذا بقى الملف بديره. إحنا كعشائر متصدية للإرهاب نريد الأمور تصير واضحة أمام المجتمع وأمام الشعب بالأنبار وبقية المحافظات. لا نقبل بعد بهذه الأمور، دائما تصاغ الأمور بعيدا حقيقة عن نظر المجتمع. لابد من لجان هندسية متخصصة، لابد من دعم الوزارات، لابد من مشاركة أبناء المحافظة بوضع الأولويات. يعني إحنا ما نريد تنفق الأموال إن حصلت أموال بأشياء ثانوية من أجل ربح سين أو صاد. هؤلاء الذين يصيدون بالماء العكرة، هؤلاء الذين جلبوا الدمار والويل لأهل الأنبار. طيب بوضعية الأنبار في هاي الحالة، إحنا تحدثنا ممكن الآن نتحدث عن إعادة أعمار، ممكن الآن نتحدث عن إعادة نازحين، الوضع يسمح كأقضية أو نواحي تابعة للمحافظة أو مركز المدينة بعد هذا الدمار كله، لو ننتظر هسه إذا مو أعمار يصير ما راح يقدرون يرجعون؟ والله طبعا إحنا نأمل يعني البيوت السالمة أن يرجعون أهلها بأقرب وقت بعد أن تفحص أمنيا وتكون هناك أولويات بإعادة الأعمار، خاصة من تنظيف الطرق، إعادة مجمعات المياه، هذه الشغلات تعرف حضرتك أساسية. طيب. ولكن إحنا نخفف من أزمة النازحين والمهجرين بأن يرجعون لبيوتهم وتبدأ رويدا رويدا، يعني حسب توفر يعني الدعم المادي لعمليات الأعمار وحسب الأولويات اللي راح تكون. طيب اسمح لي نشكرك الشيخ رافع الفهداوي رئيس مجلس العشائر المتصدية للإرهاب، حياك الله. يا أهلا وسهلا. قرارات جريئة للنهوض بواقع البصرة والأمن والصناعة على رأس القائمة. وزارة العدل تقول أن الأكراد لا يعذبون سجناء شمشمال. وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي قيادة عمليات البصرة باعتقال العابثين بأمن واستقرار المحافظة وسحب الأسلحة الثقيلة
والمتوسطة من خلال تمشيط المناطق. وفيما أرجع أسباب التداعيات الأمنية في البصرة إلى النزاعات السياسية، وأكد أهمية التعامل مع عصابات الخطف والتسليب بحزم. وشهدت البصرة اضطرابا أمنيا في الأيام الماضية سببه نزاعات العشائر بالأسلحة النارية المتوسطة منها والثقيلة. مشاهدي الكرام، وهذا التقرير يتضمن أهم مفردات زيارة العبادي للبصرة. زيارة مهمة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لعقد جلسة مجلس الوزراء في مدينة البصرة. الزيارة جاءت بعد مطالبات الحكومة المحلية لحل المشاكل العالقة التي تخص واقع المدينة العمراني والخدمي والسياسي والأمني. نشكر السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء لحضورهم لمحافظة البصرة لحل هذه الملفات العالقة. من هذه الملفات ملف الماء الذي حل من خلال التصويت على إقرار محطات تحلية لمحطات محافظة البصرة والتعاقد مع شركة استشارية. قوات الأمنية الموجودة في البصرة ورفضها من خلال إعادة قوة القوى العسكرية التي كانت موجودة في البصرة، منها الفرقة 14، وكذلك دعم القوات الأمنية بالجانب اللوجستي. نعتقد أن هذه القرارات ستحل جزء من مشاكل البصرة، وجميع الطروحات التي طرحت من قبل الحكومة المحلية هي واقعية. الملفات التي قدمت من قبل حكومة البصرة المحلية وافق عليها مجلس الوزراء، والتي تضمنت تنفيذ السد على شط العرب، وأيضا استثناء البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية لعام 2016. ملف السد القاطع اللي في شط العرب، بالإضافة إلى محطات التحلية، وبالتالي إقرارهن اليوم في محافظة البصرة هو إنجاز لمجلس الوزراء وإنجاز لمحافظة البصرة. الحقيقة ما نتوقع من نتائج إيجابية لزيارة السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للبصرة هو التأكيد على تشجيع القطاعين الصناعي والزراعي في محافظة البصرة بالذات. استثناء محافظة البصرة في مشاريعها من موازنة 2016. ملفات الرئيس طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مدينة البصرة. تصدرت بناء الهاويس الملاحي في شط العرب وبناء محطات تحلية، بالإضافة لمناقشة الملف الأمني والنفطي. مشاهدي الكرام، وعن هذه الزيارة وتداعياتها وعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة ينضم معي هنا في الاستوديو السيد وائل عبد اللطيف الوزير والنائب السابق عن البصرة. حياكم الله. حياك الله سيد وائل. شكرا جزيلا. كانت ضرورية جلسة بالبصرة، جلسة مجلس الوزراء؟ والله أعتقد هي هذه خامس جلسة وليست الأولى، يعني من زمن السيد المالكي. السيد المالكي مرتين راح وكل الوعود اللي أطلقها لم تنفذ. بعدها هاي جلسة مرتين، زيارتين للأخ العبادي وزيارة لرئيس الجمهورية. يعني توصف الخمس زيارات كلها مهدئات؟ إلى حد ما. إلى حد ما، لأنه على سبيل المثال يعني مال مياه التحلية أكثر منطقة متضررة هي الفاو، وضعت لها الدولة مشروع ورصدت وانفتح المشروع، واللي فتح المالكي يوم اللي فتحها ورا ما وصل إلى الطائرة المشروع توقف. العبرة بالفساد الإداري المتراكم والمتضخم والمتجذر، يعني هذا قاعد يحبط الأمل في أنه حتى إذا خصصت أموال. بالتالي إحنا متفقين إنه ما حد قدر يعالج هذا الفساد. شنو السبب؟ ماكو قدرة عليه. أما هذا مسألة السد، هذا إحنا نتكلم به من 2003 إلى الآن، وتكلموا به كل خبراء الري يعني المهنيين، واختلفوا في أي المكان يكون وشنو نوعيته، لأنه تدي أكو مراكب تدخل وتطلع إلى البصرة. وأخيراً ما أعرف شلون راح يتفقون أيضاً على مكانه وعلى نوعية السد اللي راح يكون، هل يعني المياه تعبر تدخل شلون راح يصير الوضع، لكنه أغلب الظن أنه المياه المالحة اللسان الملحي على الأقل. تقول راح يتفقون وين راح يكون وجد راح يكون السد، وراح جد شو كت راح يتفقون على الحصص؟ لا، هو هسه دراسة استشارية لحد الآن. يعني الدراسة الاستشارية وإحنا إن شاء الله أحياء راح تستغرق كل وقت الحكومة الحالية إلى أن تتغير وينس المشروع وينتهي. يعني إحنا من 2003 جايبين إلى اليوم. بس أنتم كمعنيين وواجهة للبصرة كسياسيين كل المسؤولين بها، هواي هددتوا بدون نتيجة، ويتكلمتوا بدون نتيجة. والله للأسف، شوف حضرتك، أنا أعتبر الجانب الاقتصادي هو الانعكاس للوضع الأمني المجتمعي للأمور الكثيرة جدا. فكل المشاريع اللي طرحتها البصرة على الحكومة الاتحادية، ومنها على سبيل المثال وهي فرصة نعيدها من خلال قناة الرشيد،
ميناء الفاو الكبير طرح 2003 على أن يكمل بال 2010 ما نفذوه. برج رجال الأعمال 72 طابق تقدم به عبد الحميد دشتي نائب في البرلمان الكويتي، بعد ذلك نقل وراح يبني شقق في إقليم كردستان. نيو بصرة باتجاه الزبير على غرار جزيرة خالد وينسحب النهر وتكون جزيرة، وهذا هذا كل استثمار هربوهم. واحد العراق في التنومة، لا والنتيجة كانت الواضحة، اللي يروح أسل البصرة نعم يشوف النفايات والتعب بالنسبة للعشار ما قدروا ينظفوا. أحسنت. مشروع خامس لصيد وتعبئة وتنظيف الأسماك في الفاو ويعيش أهل الفاو وينقل لهم محطة مي وكهرباء أيضا وقفوه. مشروع آخر المدينة الإعلامية بجوار المدينة الرياضية، بالمناسبة المدينة الرياضية افتتحت 3 مرات. أنا ما قاعد أفتهم هاي الدولة يعني وزير عن وزير ما يدري شنو القصة، علما أن هذه المدينة لم تسلم من المقاول إلى الدولة وراح قفلها وسلم المفتاح بيد محكمة البداء، قال لهم عمي هاي فليسات 650 مليار أطلب والمدينة أنا ما مسلمها، فشون الجماعة يفتتحونها؟ شنو هاللعب هذا يعني؟ يعني من المسؤول سيد وائل هسه؟ أنت الحكومة الاتحادية ومعها الحكومة المحلية في البصرة، يعني هي قوة سياسية مهيمنة هنا ومهيمنة في البصرة. نفس التمثيل. إيه هو هذا، هو هاي هيمنتها، هو توزيع الأدوار موجود فوق وموجود تحت بالحكومة المحلية. زين. نفس الست أحزاب الشيعية تعمل الناس هنا. الناس اللي تفتهم، أنت تحدث عن زيارات 5 سابقة، يمكن له هاي الخامسة. ما بقوا بالفترة اللي بقاها السيد العبادي، صار ليومين جلسة انتهت الوزراء رجعوا بس هو باقي، راح يطلع بنتيجة؟ معلوماتك شنو اللي مارس ضغط على الجهات المتنفذة بالبصرة؟ معلوماتي البارحة واليوم هو قاعد بالفندق وربما سمع اطلاق النار اللي يصدر من احد العشائر باتجاه الضفة الاخرى الشرقية من شرط العرب وتكسرت جام وكذا وناس ما لهم علاقة بالنزاع اللي يحصل بين عشيرتين، فسمعه وأرسل على فرقة والفرقة وصلت وبدت الحقيقة تمشط لإلقاء القبض على الأسلحة المتوسطة والثقيلة. بالمناسبة راح يقدرون شيء، أنت من البصرة وتعرف هاي القضية مو جديدة بالبصرة. نحن بحاجة إلى قوة عسكرية لوزارة الدفاع لا تنتمي في كل تشكيلتها إلى أهالي البصرة، أما أنه تجيب لي أهل البصرة وتقول له تعال روح قاوم فلان عشيرة وروح على فلان عشيرة وما يسويها، أكبر ضابط ما يسويها. ليش؟ لين يقول لك أنا راح نعم أسوي الموضوع وراح أطلع على البيوت وراح أخذ الأسلحة، لكن شي خلصني من القوامات العشائرية ومن الطلائب العشائرية؟ فكل الشرطة المحلية حقيقة يجب أن نعطيها عذر أنه ما عندها قدرة على المواجهة. أنا أتكلم وياك بصراحة، من أسمع هذا الكلام أقول أنتوا أهل البصرة تردون إعمار وتردون اقتصاد وتردون بهذا الواقع اللي مسلم بيد ناس عقلة والطلقة؟ هسه هذا واقع، واي سؤال اي واحد سال هذا السؤال؟ لو 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 ان الشركات النفطيه عملت بالشكل الصحيح ولو ان تصريحات السيد حسين الشهرستاني طبقت بانه في عام 2015 نبحث عن عراقي ولا نجد لكي يتعين في حقول النفط وانتاجنا سوف يصل الى 12 مليون برميل والكهرباء راح تصدر عام 2013، كان احنا ما عندنا هاي المشاكل لانه راح ننشغل بالتجاره والعمل والنفط والرزق يعني والسيارة. الواقع الاقتصادي متردي، البطاله قلت الناس تجي، البطاله تجاوزت 25% في اغنى مدينه في العراق، اكثر من 25% بطاله الان في العراق. المقاول ما دافع له فلوسه، راحت عليه قوامات 2 أو 3 انتحروا لان سدد وباع بيوته وباع سياراته وما قدر يوفي، وامام مطالبات الناس. الضغط الاقتصادي إلى دور كبير، انسحاب الجيش من البصرة للقتال في الأنبار وفي صلاح الدين وفي ديالة ما نقول نمنع ذلك، ولكن على الأقل خلوا لكم فوج طوارئ مو من أهل البصرة ولا إلى علاقة بأهل البصرة على غرار الفرقة الذهبية، القسم يسمونها الفرقة القذرة، إذا تنطي أمر قبض على أبوه يروح يجيب أبوه يسلمه إلى الدولة لأن ما عنده شغل ويا الأسماء، ما عنده شغل ويا المذهبي. توصل نتيجة أنه أكو ضعف بالجهاز الأمني بالبصرة بسبب هاي التأثيرات العشائرية والعائلية والمحاصصات بين القوى السياسية. القوى السياسية توزعت في كل شيء، زين أنا في الإدارة، في الخدمات، في القضية الأمنية، في دوائر الدولة، في كل شيء توزعت. سيتقاضي تفسر لي مصطلح استخدمه رئيس الوزراء ببيانه، يقول سبب النزاعات العشائرية بسبب نزاعات سياسية، شنو هذا الربط؟ أكيد
المناقصات من تنوضع على الطاولة في مجلس المحافظة، هذه حصة هذا الكيان وهي حصة هاي الكيان وهذه حصة هذا الكيان وهذا، قبل أن تذهب للمصادقة عليها بوزارة التخطيط. إذا اختلفوا على التزييد يروحون العشائرهم. راحوا العشائرهم وقلبوا، والعشائر تدي هم تقسمت، وقسم من العشائر هم لعفوا عرفوا اللعبة، ما خلوها كلها باتجاه واحد. يعني على سبيل المثال، يعني أنا ما أقصد هذا، يعني عشيرة القرامشة ما تروح بس للتيار الصدري، يتقسمون، ناس رايحة ويا التيار، ناس رايحة ويا الفضيلة، ناس رايحة ويا الدعوة، ناس رايحة ويا المجلس، حتى يقول لك أي قوة باكر عقبة تيجي للمحافظة أنا عندي سهم، يضيع دم بالعقد بين القرار. لا عندي سهم، هم عندي سهم بها، يعني أنا عندي حصة بها. زين، أطرح فرد شيء يعني ضروري أنه من خلال قناة الرشيد، إحنا لما نأخذ مجموعة مشاريع، هاي الأزمة اللي قاعد تعيشها الدولة اللي أنا ما قاعد أفتهمها، وضع مجلس المحافظة خطته هو والمحافظ، وإجت إلى وزارة التخطيط، ووزارة التخطيط صادقتها، وراحت المشاريع كلها إلى وزارة المالية، ووزارة المالية خصصت المبالغ، وأنا بلشت كمناقص كمقاول. طيب ليش لما أخلص المشروع يقول لي ماكو فلوس؟ وين فلوسه؟ مو هي تقررت الفلوس؟ يعني أنتم هم ماخذين التشغيلية وهم ماخذين الاستثمارية. هذه سيد وائل، أنا ما بقى عندي وقت، كل هاي المشاكل العشائرية الاقتصادية السياسية الأمنية، مع كل هذا ممكن نتحدث أو الحديث يكون منطقي عن إقليم البصرة؟ والله بهذا الوقت أنا حقيقة يعني لسوا مع هذا الاتجاه الوقت الحاضر. أبنائنا قاعد يستشهدون في صلاح الدين وفي الأنبار وفي، وغدا نحن نريد الموصل. بعدين أكو خارطة حقيقة أوسع أكبر حتى من العراق، إحنا ما قاعد نعرفه كعراقيين. اليوم في إقليم كردستان خندق عرضة 3 متر وعمقه 4 متر، منين يبدي وين ينتهي ما حد يدري. أكو 3 محافظات سنية تلتقي في أربيل، وهو مشروع الإقليم السني في المستقبل، وما عارفين إحنا هم ويا الميليشيات المتوزعة علينا في كل المحافظات. طيب، الوسطى والجنوبية هم إحنا وين ماشيين بها. فأني بهاي الظروف من ليس من الحكمة وليس من العقل وليس من المنطقة أقول للحكومة تعالوا خلنا نسوي أكيد سيادة القاضي راح يكون إن حديث أكثر بهالموضوع، لكن اسمح لي نشكرك الوزير السابق والنائب السابق أيضا عن البصرة السيد وائل عبد اللطيف، شكرا لك ولحضورك، حياك الله. ممنون، شكرا جزيلا. الكرام، خبرنا الأخير يخص وزارة العدل، حيث نفت الوزارة وجود حالات تعذيب للسجناء بسجن شمشمال في محافظة السليمانية. وقال مدير إعلام الوزارة غزوان الظالمي أن وزير العدل حيدر الزاملي نصب كاميرات في جميع السجون وهو يراقبها على مدار 24 ساعة، موضحا أن السجون الفردية أيضا تخضع لرقابة الوزير، ولا يوجد أي حالة تعذيب في سجون شمشمال ولا غيره. وكان رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية علي المديري اتهم إدارة سجن شمشمال بتعذيب السجناء غير الكرد والتعامل معهم على أساس قومي. مشاهدينا، كان هذا كما قلنا خبرنا الأخير، حلقتنا انتهت، عندنا موعد يتجدد الأسبوع المقبل. دمتم في رعاية الله.